مفيش بيت في مصر ما بيخلاش من البيض، مش بس علشان كتير مننا بيعتمد عليه كوجبة أساسية ومصدر مهم للبروتين، لا ده كمان بيدخل في أغلب الأكلات والحلويات، يعني من الآخر مفيش غنى عنه في أي تلاجة مصرية. علشان كده نسبة استهلاكه عالية جدا وبتزيد من سنة بعد سنة، بس للأسف كرتونة البيض غليت قوي، أسعارها بتسجل قفزات تاريخية، السوق واخدنا لتوقعات مخيفة. فهل معقول سعر كرتونة البيض يوصل ل200 جنيه مرة واحدة؟ مين قال الكلام ده وازاي حصل والأسعار دلوقتي بقت كام؟ خليكم معانا علشان تعرفوا كل التفاصيل. لأول مرة في تاريخه أسعار البيض بتسجل أرقام قياسية، وخصوصاً إن الطلب عليه بيزيد مع دخول المدارس، وده خلى الأسعار تزيد أكتر. حالياً سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة وصل ل76 جنيه، بيتباع للمستهلك بمبلغ يتراوح من 80 ل90 جنيه حسب المنطقة. ده كلام الدكتور ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، واللي أكد إن أسعار البيض في الأسواق المصرية هتزيد يوم بعد يوم، ولو ما تمش الإفراج الجمركي عن أعلاف الفراخ الموجودة في الموانئ. على حسب تصريحاته، مصر خلال السنين اللي فاتت حققت اكتفاء ذاتي من الفراخ بنسبة 100%، وإنتاجنا من الفراخ تجاوز 4 مليون فرخة في اليوم و40 مليون بيضة، وده أكبر إنتاج في الشرق الأوسط، لكن دلوقتي الحال اتقلب والمربيين والمنتجين بدأوا يخرجوا من السوق. طيب إيه اللي حصل؟ الزيني قال إن شح دولار أدى لنقص شديد في المواد الخام وهي الأعلاف، وفي أكتر من 1.5 مليون طن أعلاف مكدسة في الموانئ، ودلوقتي مصانع الأعلاف مش شغالة، وده نتيجة لعدم الإفراج عن الذرة اللي بتدخل في صناعة الأعلاف ومحجوزة في الموانئ. بالتالي مربين الفراخ هيتخلصوا تدريجيا من فراخهم اللي بتبيض بعد الخسارة المتتالية، لغاية ما وصل الوضع حاليا لتراجع إنتاج البيض يوميا. السؤال هنا، الدنيا قفلت خلاص ولا في أمل؟ رئيس اتحاد منتجي الدواجن قال انهم خدوا وعد بالافراج عن الكميات المحجوزة من الاعلاف ومدخلات انتاجها، وده علشان يعيدوا تشغيل المزارع وكمان المصانع. ففي تحدي كبير جدا قدام صناعة الفراخ، بحيث انها بتضم حوالي 3 مليون عامل من العمالة المباشرة وغير المباشرة. طيب ايه بقى حكاية كرتونة البيض اللي هتبقى ب200 جنيه؟ ده كان توقع الزيني لو استمرت الأزمة الحالية، لأن ساعتها إنتاجنا هيقل وهنضطر إننا نستورد من الخارج، وحسب كلامه الفراخ المستوردة سعرها زيادة 50% عن الأسعار المحلية. في حالة كمان استيراد كرتونة البيض سعرها هيوصل ل200 جنيه. أخيراً بقى، أسعار البيض إيه دلوقتي؟ حسب آخر التحديثات، البيض الأحمر سعره من 75 ل76 جنيه للطبق، وده تسليم المزرعة، و80 جنيه ل85 جنيه للمستهلك، وده حسب المنطقة، وكمان 62 جنيه و50 قرش في منافذ وزارة الزراعة، وده أرخص عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح من 20 ل25%. ووصل كمان سعر طبق البيض الأبيض ل70 جنيه في المزرعة، وسعره للمستهلك ما بين 75 ل76 جنيه، أما سعر البيض البلدي بين 80 ل90 جنيه.